يا سلام واو كلام، بروح كتير أماكن وشوف ناس كتير ومالكش سيرة عنها في الكلام، قطعت خلاص بشدة. هو في ايه اللي حصل؟ انت مالك ترزع الباب كده ليه؟ مش بجد مش عارف ايه اللي حصل. انت مش شايف ماسكه شنطه وماسكه جاكيت وجايه من الجيم وجايه يعني ايه يعني ايه ماسكه شنطه وجاكيت؟ هو ايه في الشنطه؟ في اسمنت مع شنطه وجاكيت. كنت في الجيم اطلع اتمرن مكانك؟ لا ما تطلعش اتمرن. ثانيه واحده ثانيه واحده في ايه؟ التليفون مقلوب كده ليه؟ عادي ما قلب التليفون. ايوه قلب التليفون ليه؟ يعني فدي تشبشب يعني حرام كده؟ بيقول لك هو ايه اللي حرام؟ حرمت عليك عيشتك. ده مقلوب ليه؟ انا عايزه افهم ده. انا ايه لما حد يقلب التليفون بالمنظر ده؟ معناه ايه؟ معناه ان انت عامل عامله اوكي وخايف في طبعا وخايف في نوتيفيكيشن تيجي، فانا طبعا اشوفها فاعمل لك مصيبه. فانت بقى ايه تشتري دماغك وعامل موبايل سايلنت زي ما هو كده معمول بالظبط. تمام. تقوم قلبه على وشه بحيث بقى ان انا غبيه ويا حرام مش هفهم. اوكي خد بقى افتح لي التليفون ده. اتفضل. مش هفتح التليفون انا. في ايه دي؟ انت مالك في ايه؟ بقول لك ايه، انا زهقت، انا مش قادره، انا مش قادره اكمل في العلاقه دي اكتر من كده. بقول لك ايه؟ نعم. انت جعانة؟ معرفش. حط البنات.